ازيكم عاملين ايه؟ قلنا قبل كده ان القلاية الهوائية مش بس بتقلب معلقة زيت واحدة، لا دي كمان ممكن نستخدمها في التحمير وكمان بدون زيت نهائي. النهاردة هنحمر الحمام في القلاية الهوائية قلاية السيف 9 لتر. التحمير بيكون بطريقتين، اما بدون زيت نهائي، يعني ممكن ما تستخدميش زيت خالص لو انت حابة ده، وهنا هنكتفي بالدهون الموجودة في الحمام. والطريقة التانية، ودي الطريقة اللي انا هستخدمها في التحمير، وهي ان انا هندهن الحمام بصوص عبارة عن معلقة كبيرة سمنة او زيت، انا هستخدم سمنة، ومعلقة صغيرة صلصة او كاتشب، انا هستخدم صلصة، ونص معلقة صغيرة عسل نحل او عسل اسود، انا هستخدم عسل نحل. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض عشان الصوص يتجانس مع بعض ويتقلب كويس جدا. هنبدأ بقى ندهن الحمام بيه من الجنبين، هندهن الوش الاولاني وبعد كده هندهن الوش التاني كمان. وبالنسبة للحمام نفسه، انا كنت سلقاه الاول على نار بس طلعته قبل ما وقت السلق يخلص ب5 دقايق، وبعد ما طلعته حطيته في مصفى عشان يصفي الشوربة الزيادة اللي فيه. هنبدأ بقى نرص الحمام في القلاية، بس الاول هنفرش ورق زبدة في أرضية الشبكة عشان نحافظ على الشبكة بقدر الامكان. هنبدأ بقى نظبط درجة الحرارة والوقت. انا مش هختار برنامج، بس لو انت حابة تختاري برنامج هتختاري برنامج البطاطس. هنظبط على درجة حرارة 200. التحمير يا جماعة بيكون على اعلى درجة حرارة، انا هظبط الوقت على 5 دقايق الوش الاولاني، وبعد ما الوقت يخلص هنقلب الحمام على الوش التاني وهنكمل تاني لمدة 3 دقايق. انا هظبط على 5 دقايق عشان انا عايزة الحمام يبقى متحمر زيادة شوية. كده خلصنا التحمير، والنتيجة بصراحة روعة جدا. الصوص بيخليه زي المشوي بالظبط، وأطعم كمان بصراحة أحلى من المشوي. ممكن تستخدمي نفس الصوص مع أي حاجة تانية زي الفراخ المسلوقة، ممكن تدهني الفراخ بالوش كده بالصوص، نفس الصوص ده بالظبط، هيطلع الفراخ برضو أحلى من المشوي. وممكن برضو مع تحمير البط نفس الطريقة، برضو تدهني الوش بالصوص ده، لو انت سلقاه بتستخدمي نفس الصوص وبتدهني الوش من عليه كده، بيخليه طعمه حلو جدا واحلى من المشوي. كده اخدنا اجمالي الوقت 10 دقايق، كل وش اخد 5 دقايق، وممكن تقليل الوقت عن كده كمان، بس انا حبيت ازود الوقت شوية عشان انا عايزاه متحمر زيادة شوية. ملحوظة كمان، الطريقة دي مناسبة لاي نوع قلاية، يعني ينفع تستخدمي نفس درجات الحرارة ونفس الوقت مع اي نوع قلاية عادي. ممكن الوقت يختلف من قلاية لقلاية، لكن نفس درجات الحرارة عادي، وهي اعلى درجة حرارة موجودة في القلاية. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو عندك اي سؤال سيبهولي في التعليقات وهرد عليكم فورا، وما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت على الفيديو، وشكرا لكم جدا.